بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. كما يقول علماؤنا الأعلام، إن هذا الدعاء للعاطل عن العمل، للذي قد استبطأ الرزق، ليس لديه رزق فهو عاطل عن العمل، أو هي عاطلة عن العمل، تبحث عن عمل ولكن لا تجد، ورزقها قد استبطأته، لا يأتي الرزق، فماذا تفعل أو هو ماذا يفعل؟ رجاء استمعي إلى هذه الرواية التي وردت في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير قال: قلت لمولاي الصادق عليه السلام: لقد استبطأت الرزق، ليس لدي رزق، لقد استبطأت الرزق، الرزق مالتي ما يجي، ليس لدي رزق. فقال لي الصادق عليه السلام: قل بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة، يا خير مدعو ويا خير من أعطى ويا خير من سئل ويا أفضل مرتجى، وفي رواية ويا أفضل من يرتجى. اقرأ الدعاء على الطريقتين، افعل بي كذا وكذا، يعني بدل كلمة كذا وكذا افتح لي باب رزق في المكان الفلاني، أريد هذا العمل الفلاني، افتح لي يعني في عملي في اختصاصي كذا وكذا، واطلب ما شئت. فقال أبو بصير: ما دعوت بهذا الدعاء إلا وعجل الله سبحانه وتعالى برزقي. الدعاء ما هو؟ اللهم إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة، يا خير مدعو ويا خير من أعطى ويا خير من سئل ويا أفضل مرتجى، افعل بي كذا وكذا، تدعو في رزقك. أنا أعتذر، اللهم إنك تكفلت برزقي ورزقي كل دابة، وليس ورزقة، لأن الباء حرف جر تؤخذ للكلمة التي بعدها. اللهم إنك تكفلت برزقي ورزقي كل دابة، يا خير مدعو ويا خير من أعطى ويا خير من سئل ويا أفضل مرتجى، افعل بي كذا وكذا. فيقول أبو بصير: ما إن دعوت بهذا الدعاء حتى عجل الله سبحانه وتعالى برزقي. برنامج صباحات الأية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.